يتعرض جهاز الدوران إلى العديد من المشاكل التي يمكن حلها أو تجنبها عند تناولك لغذاء صحي متوازن يناسب عمرك ونشاطك. فارتفاع ضغط الدم وانخفاضه مشكلة، وانتشار مرض فقر الدم الذي يعاني منه ثلث الأطفال في الأردن، وذلك بحسب دراسة مسحية قامت بها دائرة الإحصاءات العامة، يعتبر أيضا مشكلة. أما بالنسبة لضغط الدم في عام 2017، أشارت إحصائيات وزارة الصحة إلى أن أكثر من 26% من الأردنيين مصابون بمرض ارتفاع ضغط الدم. هل يمكن أن نتجنب تلك الأمراض عن طريق الغذاء بداية؟ هذا سيكون محور لقائنا مع أخصائية التغذية دانيا أبو لبي. صباح الخير لك دانيا. صباح الخير إسراء، وشكرا للاستضافة. بداية خلينا نحكي الغذاء إلى أي مدى يؤثر مباشرة في الدم؟ تمام. هلا الدم زي ما بنعرف له وظيفه اساسيه هي توصيل المواد الغذائيه والاكسجين لباقي خلايا الجسم، وبالعكس بسحب ثاني اكسيد الكربون بوصله للرئتين. تمام. فقر الدم مثلا عندنا اياه مربوط انه بيكون هناك عطل في توصيل هاي المواد الغذائيه بالدم. يعني اول ما نسمع فقر الدم بدنا نشوف إن هناك عطل بتوصيل هاي المواد للدم بالدم. فمثلا الأعراض هاي الأول شيء بتبلش على الإنسان، بتبين إنه وجهه شاحب، بحس حاله تعبان، بتوتر، متعصب على طول. فهناك مشكلة متعلقة بالدم، يعني مثلا فقر الدم بتكون واحدة من أهم الأسباب تاعتها. مثلا عندنا يعني خلينا نحكي كمان فكرة الدورة الدموية المثالية، أو خلينا نحكي تدفق الدم، إلى أي مدى ممكن إنه الغذاء يساعد في التدفق الصحيح للدورة الدموية، وإلى أي مدى هذا التدفق هو مهم عشان الأعضاء الجسم تشتغل طبعاً بطريقة صحيحة؟ هلا الأغذية المهمة كتير طبعا زي ما حكينا لتقوية الدم. عنا وقت تروح تفحصي أنت وتروح عند الدكتور وتشوفي شو أسباب هذا مثلا فقر الدم اللي عندك، بيكون عندك يا ناقص حديد، يا ناقص بالفيتامين بي 12 أو فوليك أسيد. الناس عندنا الشائع إنه لازم يكون عندك نقص حديد، بس هو مو شرط. يعني فقر الدم مش مربوط بس بنقص الحديد، عندنا بي 12، عندنا ناقص بالفوليك أسيد. فبدنا نشوف بعد التشخيص المناسب، وإنك تروح على الدكتور بعطيكي مثلا تاخدي كبسولات الحديد أو السبلمنتس. فأنا بحكي إنه دائما الحديد هو ملك المعدة، هو كتير ذكي. كيف؟ يعني إذا شربتي بعدي أي إشي فيه كافيين بيختار إنه يا أنا يا هو، يعني أي إشي مثلا فيه كالسيوم ما بعند ببطل يشتغل، يا أنا يا الكالسيوم. فما يعني بدك تاخدي السبلمنت أو الحديد الكبسولات، بدك تاخديهم ما تاخدي بعدهم إشي. تمام. عشان يمتص يمتص الحديد. تمام. بس يعني فقر الدم تحديدا إلى أي مدى هو منتشر بالأردن، وإلى أي مدى النظام الغذائي اللي متبع عنا بيساهم بفقر الدم؟ فقر الدم منتشر جدا، واكثر الناس عرضه لفقر الدم هو الفئه يعني الاناث. الاناث بتعرض لفقر الدم اكثر لانه في عنا دوره شهريه هي بتطلع منا كل الحديد والمعادن المهمه انه يكون عنا دم قوي، وخاصة كمان الحوامل هم بآخر 3 أشهر بيفقدوا كتير نسبة حديد. وبالنسبة للنظام الغذائي مش عم بيعوض هاي مش عم بيعوض أبدا، فبدنا نتبع نظام غذائي مناسب. خلينا نحكي أيضا الضغط الدم إلى أي مدى هو، يعني إحنا ملاحظين من غير يعني حتى الدراسات بنقدر نقول قديش هو منتشر إلى حد ما، الغذاء قديه بيلعب دور؟ أولا الغذاء المهم كمان لفقر الدم الأشياء اللي فيها حديد، عنا السبانخ، البقوليات اللي عدس، الفول مهم، والزبيب، الزبيب من الفواكه اللي كتير مهمة. وبالنسبة للمصادر الحيوانية في عنا الكبدة، الكبدة on the top أول مصدر مهم بالحديد. صحيح. بس يعني قبل ما نحكي عن فقر الدم، بما أنك رجعتي لموضوع فقر الدم، إلى أي مدى أنه الإنسان ما يأخذ هاي النوع من السبلمنتس أو المكملات الغذائية برضو على رأسه زي طبعا ما بيقولوا؟ بعد إلى أي مدى يجب ضروري أنه نرجع للمختص؟ لأنه بتزيد عنا الأعراض، انه على مزاجنا ناخذ هاي الحبوب ووقت ما بدنا ومع الاكل ومش بحاجه، فانه هذا بيصير عندنا سايد افكت بيعكس انه سلبي على الشخص.
جميل. نرجع لضغط الدم معنا، قد ايه بيأثر الغذاء بهذا النوع تحديد؟ تمام، ضغط الدم زي ما هو معروف هو مش مرض، تمام، هو متلازمة. ومتلازمة يعني في له أعراض، يعني عرض، يعني له أعراض وله أسباب أدى إلى أنه في ضغط دم. بتلاحظ أنه اللي معهم ضغط دم عندهم برضو كوليسترول، عندهم برضو سكر، فهاي الأسباب كلها تؤدي إلى ضغط دم مرتفع أو هبوط في ضغط الدم. فعندنا مثلا ضغط الدم فيه بدنا ننبه على مريض ضغط الدم أنه أول ما يصحى من النوم ياخذ تفاحة. أنا عم بحكي هلأ عن النظام اللي لازم يتبعه مريض ضغط الدم، لازم يبلش يومه بتفاحة أهم إشي. إيش معنى تفاحة؟ التفاحة فيها مادة اسمها البكتين، المادة هاي كتير منيحة بتزبط نسبة الضغط تاعت للدم. ومش موجودة غير بالتفاح؟ بالتفاح. التفاح كتير مهم لمريض الضغط. بعدين ببلش يومه أنه يمشي 20 دقيقة، ولو 20 دقيقة لازم يمشيها 20 دقيقة لو هو بيشتغل مثلا، يصف سيارته قبل مكان الشغل مثلا ويكمل. يعني يضل حريص أنه الحركة تكون موجودة طبعا. وعندنا على الغداء في وصفة كتير منيحة أنه مثلا لبن عيران مع توم وخيار، هي الخيار السناك اللي كتير منيح مرضى ضغط الدم. مع تفاح، ممكن ياخذ تفاح على الغداء. وعلى العشاء مثلا في عندنا مشروب اسمه الكركديه، الكركديه فيه فيتامين سي. بارد او سخن؟ بارد، مش هو حسب. لا هم بيقولوا، هلا بدك تصححيني من انتم، بيقولوا انه الكركديه هو سخن، تاثيره غير الكركديه هو بارد. انا بحبه بارد. هو مش بس قصه انه بحبه، بس هو من ناحيه التاثير احيانا بيرفع وإشي بينزل. صح، بس النظام الغذائي هذا بدك تقيسيه على طول الحياه. يعني هذا الشخص عم بيعالج ضغط الدم على المدى البعيد، بده إشي يستفيد منه وإشي يحبه. ما بدنا يكون الغذاء اللي عم بياكله عم نجبره عليه. يعني حسب الكركديه بارد او سخن، هو الفيتامين سي مش حيروح منه. يعني الفيتامين سي هو المهم. بس ما بيأثر بضغط الدم ارتفاع او نزول؟ لا، هو منيح لمرضى الضغط. طيب خلينا نحكي ايضا عن موضوع انخفاض. يعني في ناس عندهم دائما ضغط الدم واطي، هل هذا يعتبر مرض؟ وهل هناك ايضا غذاء يساعد دائما على احداث التوازن بضغط الدم؟ زي ما حكيت اول شيء، الضغط الهابط او العالي مش مرض، بس هو له اسباب. انه مثلا لحتى ينزل لحتى يرفع الضغط، هلا السكريات مثلا عندنا بترفع الضغط، السكريات عندنا كمان، في التوتر بيرفع الضغط، ففي اكل بيرفع الضغط وفي اكل بنزل بطبيعة الحال. أكيد بدي أتشكر وجودك معنا اليوم دانيا أبو البقى، أخصائية التقديم. نتمنى لا ضغط الدم يرتفع ولا ينخفض. أهلا وسهلا فيك.